رحمة بأولئك المستضعفين، ولأنه يعلم الغيب، لأنه فعل ذلك بالمؤمنين ردهم بدون قتال، وهي حكمة استأثر تبارك اسمه بها. ولكنه عندما رد المؤمنين دون أن يعتمروا ومنعهم من القتال وأن ينتصروا، بين أن المسلمين عائدون يقينا إلى مكة ليؤدوا العمرة التي حرموا من أدائها هذا العام. فقال جل شأنه: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. لم يدخلوا مكة معتمرين في السنة السادسة، ولكنهم عادوا فدخلوها معتمرين في السنة السابعة. وبين السادسة والسابعة كانت معاهدة الحديبية التي وقعت في السنة السادسة كانت تنفذ. هي معاهدة وقعت وكان المؤمنون ضائقين بها، كانوا يظنون أنها معاهدة فيها شيء من الاستسلام أو أعطت المشركين فوق ما يستحقون، ولكن الله بيّن أنه عندما حرم رسوله العمرة وحرم المؤمنين معه، وعندما وقفهم عن القتال ووقف المؤمنين معه، كان يقصد بذلك شيئا أهم، والذي حدث تمهيد عظيم له، بل كان المقدمة التي جاءت بهذه النتيجة المحتومة. ولذلك كان عهد الحديبية الذي تم في السنة السادسة متضمنا ما رأينا كان فتحا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. كانت النتيجة أن المسلمين عادوا في السنة السادسة، ثم اعتمروا في السنة السابعة، وفي السادسة والسابعة وأواسط الثامنة كانت دولة الإسلام تنمو، وكانت رقعة الإسلام تنداح وتتسع، وكانت أعداد المسلمين تتكاثر. لقد ذهبوا للعمرة في السنة السادسة وهم 1500، وهم الذين بايعوا النبي على الموت، وقال الله في شأن هذه البيعة: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. بايعوا في السنة السادسة وهم لا يدرون أنهم بعد سنتين اثنتين سوف يعودون إلى مكة بعد أن تغدر قريش بالمعاهدة التي أمضتها. لكن هل يعودون إلى مكة فاتحين وهم 1500؟ لا، سيعودون وهم 10,000. كيف؟ الحكمة النبوية، التوفيق الإلهي للنبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد في معاهدة الحديبية شيئا غريبا على أذهان الناس، كان يريد أن يعترف بالمسلمين جزءا من المجتمع العربي وليسوا خارجين على هذا المجتمع. كان يريد أن يعترف بالإسلام دينا لمن شاء أن يعتنقه، وليس دينا خارجا على القانون. ولهذا لما وضعت المعاهدة ومن دخل في دين محمد دخل ومن دخل في حلفه دخل، بدأ الناس يكثرون، لأن الإسلام لا يحتاج إلا إلى جو حر، فإذا كان الجو حرا فإن الناس يدخلون في دين الله أفواجا.
وفعلا بدأ المسلمون يتكاثرون، ونقضت قريش العهد في حديث يطول، ولكنها جوزيت على نقض عهدها بأن تحرك المسلمون من المدينة التي لجأوا إليها ولاذوا بها إلى مكة التي طردوا منها وتنكرت لهم، رجعوا إليها فاتحين. كانت كلمة الله هي العليا، وكانت كلمة الأعداء هي السفلى، وحطمت الأصنام حول الكعبة، وكان الذي يحطمها يقول: يا عزة كفرانك، لا سبحانك، إني رأيت الله قد أهانك. الأصنام التي طالما انحنت لها أصلاب وسجدت لها جباه تكسر في هذا اليوم، يوم الفتح. الواقع أن يوم الفتح كان حصادا لسنتين من السياسة الراشدة الحصيفة والدعوة المتئدة المتأنية. كان النبي عليه الصلاة والسلام رأس دولة تأخذ لربها ولنفسها ما تريد، ولكن بالحكمة والموعظة الحسنة أولا، ثم تستغل أخطاء الخصوم في أن تكسب لله وللدين وللحقيقة ولأتباعها ما يعز الجانب وما يجعل المسلمين إلى آخر الدهر أسوة حسنة لمن يريدون العيش بالحق والانتصار له. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم.